مسألة تخص حقوق الإنسان، لأن هي موضوع أساسي حقيقة في سلوكنا السياسي وفي خططنا الموضوعة للتعامل مع الأحداث. احنا بعد 11 حصل أشياء مؤسفة كثيرة، وأظن اللجنة التحقيقية أوضحت ملابسات ما حصل من حوادث، لكن هذه أضرت كثيرا. أولا يعني ذهب شهداء أعزاء غالين علينا من جميع الأطراف، من المتظاهرين، من الناس، من القوات المسلحة، كثير من الجرحى، كثير من المعتقلين. فإذن أصبح هناك ضرر كبير موجود، ثلمة كبيرة موجودة حقيقة في الوضع العراقي، سواء بالنسبة لنا يعني كحقوق إنسان أو بالنسبة للمجتمع الدولي. هذه أمور مهمة لم تعد أمور ترفية، الدفاع عن حقوق الإنسان وحق الحياة هو أمر أساسي ومهم، وأي حكم يجب أن يحرص على حقوق الإنسان كما يحرص على بقية الحقوق. حقوق الإنسان عديدة، في الحياة، في العمل، في الدراسة، أم الطفل، كل هذه حقوق أساسية وكثيرة. وأظن الدستور العراقي يعني كان جيد في تعداد الحقوق الأساسية للمواطن العراقي. استلمنا مذكرة جيدة من يعني مذكرة شفافة من حقوق الإنسان للأمم المتحدة، أو كان هناك يعني تصريح صحفي وصل إلى المكتب، مكتب رئاسة الوزراء، يشير إلى أمور عديدة. ويهمنا إحنا أن نكسب الرأي العام كثيراً. كان هناك جهد للسيد وزير العدل في جنيف مع في مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف، وكان سجلنا جيد جداً في هذا المجال. وإحنا نقبل الانتقادات ونقبل تشخيص الأخطاء، وأي دولة، أي حكومة راشدة ترتكب أخطاء، لكن العبرة في السياقات الأصولية والدستورية اللي تمارسها، كيف هي تقوم بواجباتها. أخطاء تحصل كثيراً، هاي الدول العالم كلها نشاهد إحنا مشاهد بيها قوات تدخل، وأثناء تدخل القوات يرتكبون. هناك قواعد اشتباك، هناك قواعد سلوك، هناك ضوابط، هناك سياقات تخضع الدول منتسبيها خصوصا من القوات المسلحة لهذه الضوابط، وتحاسبهم بالطرق الأصولية عندما يرتكبون أخطاء. وهذا حماية لحق المواطن، لأن مواطن أعزل أمام قوى أمنية لها اختصاصات وصلاحيات واسعة من جهة، قد تحمل السلاح، قد تستخدم السلاح، وبالتالي يجب حماية دائمة المواطن أن لا يستضعف أمام مثل هذه القوات، وأن القوات تحترم حقوقه. وإحنا كتجربة ديمقراطية ناشئة في العراق نعترف لم نؤسس كثيرا لمثل هذه الثقافة، ولم نؤسس قوات خاصة بهذا العمل، وإنما بدأنا منذ أشهر بتأسيس هذه القوات المدربة قانونيا، حقوقيا، مسلكيا، تسلحيا، بتأسيسها. ويعرف السيد وزير الداخلية بدأنا حديثا، لكن فاجأتنا هاي الأحداث. احنا قررنا منذ الشهر الثالث البدء بتأسيس قوات سميناها قوات حفظ القانون، أو حفظ القانون والدفاع عن القانون، وبدأنا بتأسيسها، ولكن لم يتسنى لا الوقت بتوفير التجهيزات لها ولا بتدريبها التدريب اللازم الصحيح. فعندما اجى هذا والتقينا عدة مرات بممثلي الأمم المتحدة اليونامي في العراق، عرضوا مثل هذه المسائل، وأنا قمت بتوجيه مذكرة داخلية إلى مجلس القضاء الأعلى والأمن الوطني، وزارة الداخلية، وحقوق الإنسان في العراق. وألخص لكم يعني أن الأمم المتحدة في مذكرتها في 14 تشرين الثاني 2019، يعني الأسبوع الماضي، حول إطلاق، يعني تشكر
القضاء لإطلاق سراح أعداد كبيرة من الموقوفين، ونؤكد أهمية استمرار سياسة يعني أن توضح مؤسسات الدولة بكل وضوح وشفافية المعلومات المتوفرة لديها وإجراءاتها المتبعة، ليكون الرأي العام على اطلاع كامل بالحقائق. أيضا مكتب الأمم المتحدة يشير رغم إطلاق سراح معظم المعتقلين من المتظاهرين، والمكتب أيضا يشير أهمية سلامة إجراءات الاعتقال وأسبابها وحق الدفاع والمحاماة، معرفة أماكن الاعتقالات، معرفة عوائلهم، حق الزيارة، غيرها من إجراءات يضمنها القانون. فإحنا نرجو من الدوائر اللي وجهنا لهم خطابنا متابعة هذه الأمور بجدية تامة، وتوضيح سياسة الدولة وتقديم الإيضاحات اللازمة للرأي العام والسلطات المعنية. لذلك نؤكد الوقوف بشدة ضد أي عملية خطف، والقيام بكل التحريات والإجراءات القانونية ومن أي طرف أتى، والعمل بكل الوسائل لتحرير المخطوفين، وتأكيد بيان وزارة الداخلية اللي صدر سابقاً حول منع الاعتقالات العشوائية، وأن لا تصدر أوامر إلقاء القبض إلا وفق القانون، وأن تعلم وزارة الداخلية بذلك أولاً بأول، وأن أي اعتقال خارج الإطارات القانونية ومن غير الجهات المخولة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون أشد العقاب، وطبعاً تحري الدقة بالاستناد للمعلومات الموثقة والأكيدة للتمييز بين حالات الاختفاء أو الخطف أو الاعتقال. لذلك مهم إعلان حالات الاعتقال. اثنين، التأكيد على كافة الجهات المسؤولة بمراعاة كافة حقوق الموقوفين والمعتقلين كما يضمنها الدستور والقانون، سواء كانوا بالغين أو من الأحداث. يجب الاعتراف بالأخطاء والهفوات عندما تقع، لكن يجب تقدير الجهود الكبيرة المبذولة أيضا من قبل القضاء والجهات الأمنية. فأمام مثل هذه الأحداث تصرف القضاء والأجهزة الأمنية بمسؤولية عالية، والدليل انخفاض أعداد المعتقلين والجهود المبذولة لحسم قضاياهم، رغم أن هناك جرائم قتل وحرق واعتداء على القوات الأمنية وعلى ممتلكات خاصة وعامة اختلطت مع قضية المتظاهرين. فالتعليمات مشددة ومستمرة، ويجب أن دائما نأخذ بالمبررات المخففة. إحنا في ظل هذه الظروف المعقدة والكبيرة لا نأخذ نأخذ بالظروف المخففة وليس المتشددة، حتى نقدر أن نتعامل بتساهل ورحمة وتفهم، ولا نزيد يعني المشكلة تعقيدا وسعة، وأن لا يستمر، أن لا نقوم بأي اعتقال لأي متظاهر أو مدون أو صاحب رأي، حتى أولئك الذين قاموا بخروقات قانونية يعاقب عليها القانون في الأحوال الاعتيادية. هنا ظروف مخففة نحاول نستخدمها حتى لا نوسع ونعقد من المشكلة. أيضا يعني وضع القضايا في سياقاتها الطبيعية، يعني أكو الحقوق عديدة، حق التظاهر والتعبير عن الرأي حق أساسي للإنسان، لكن حق الحياة أيضا حق أساسي، حق العمل، حق الدراسة، حق التنقل، كل هاي حقوق يجب أيضا مراعاتها. يعني لا نأخذ حق واحد يأكل بقية الحقوق. فالبعض نلاحظ اليوم يهددون، ويهددون بالقتل، ويهددون بالحرق، وتحرق بيوت، تحرق بيوت نواب، كل للتأثير على مسار العملية وعلى مواقف الناس من سلسلة القضايا. هذا ما له علاقة بالحريات. من يقوم بالتهديد بهذا الشكل في أي دولة في العالم القانون يعاقب، هذا ما له علاقة بالتظاهرات أصلا. هذا يجب أن نفرز عن بل هذا يسيء للتظاهرات، هذا حقيقة يضع مسؤولية كبيرة تسيء للتظاهرات وتسيء للنظام العام وتسيء لأي خطاب مهما كان حسن النية من أن يصل إلى مراميه وأهدافه. على العكس هذا يعطله، لأن هذا يعتبر جناية ويعتبر جريمة وقد يعاقب عليها القانون عقوبات شديدة. لذلك يعني حماية النظام العام وحماية القانون ومنع أي تهديد هو شيء جدا مهم علينا كنا أن
الراعي وأول المطالبين يجب أن يكونون المتظاهرين، لأن المتظاهرين يريدون الدفع والعمل للتصويب وتحسين وإصلاح النظام وليس التراجع به إلى الخلف. إذا نتكلم عن المحاصصة والفساد والسيطرة على المواقع واحتكارها والعملية الانتخابية، هذه كلها مدعاة للفوضى ومدعاة لخلق حاجز بين الشعب والنظام العام الحاكم. فبالتالي استخدام أساليب مثل التهديد والقتل ومهاجمة القوات هو حقيقة يطعن في جوهر مثل هذه التوجهات. أيضا مهم جدا أن أطلعكم على حتى تكونون على بينة، فالأجهزة المسؤولة كلها أجابت. أبدأ مثلا في مجلس القضاء. مجلس القضاء يوضح بأن هو حرص على تطبيق القانون بحياد واستقلال تام، وأصدرت المحاكم لغاية تاريخ 24/11 قرارات بالإفراج وإطلاق سراح 2500 موقوف. فمع العلم الأحداث كبيرة، مع ذلك تم إطلاق سراح 2500 موقوف، وتم فعلا يعني إجراءات مخففة، كان ممكن في حالات أخرى أن يطول التوقيف، لكن تم على ذمة القضايا التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها. يعني هذا كله مثلا جاوب عليه مجلس القضاء الأعلى. أما العدد المتبقي من الموقوفين لغاية تاريخ 24/11 بلغ 240، يعني أكثر مما تقول مكتب الأمم المتحدة. دليل المصداقية، يعني دليل أن نحن لا نلجأ إلى تغيير الأرقام، ما نتكلم هذا لمصلحتنا أو هذا ضد مصلحتنا، وإنما نحاول أن نكون شفافين وحقيقيين. وبالتالي أنا ما أكون أخطأت في شيء، لأن الأمم المتحدة تتكلم عن 150 معتقل، مجلس القضاء يتكلم أن 240 لا زالوا موقوفين عن جرائم جنائية وفق قانون العقوبات، وحال اكتمال التحقيق معهم إما أن يطلق سراحهم أو محاكمتهم وفق القانون. وأيضا أصدر مجلس القضاء شيء مهم، أن الهيئة الجزائية في محكمة التمييز أصدرت قرار بتاريخ 24/11 اعتبرت فيه الجرائم المرتكبة من بعض المحسوبين على المتظاهرين جرائم عادية يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. واليوم بعد هذا القرار لا يوجد موقوف عن قضايا التظاهرات وفق قانون مكافحة الإرهاب. فهذا أيضا يشير إلى أهمية التعامل مع هذه القضية بنفسية وروحية يعني شفافة، وتحاول أن تتحد مع شعبها. ثم يذكرون لا يوجد حاليا موقوف حدث حيث تم إطلاق سراحهم. من هو حدث حيث تم إطلاق سراحهم جميعا؟ تم التحري عن الأسماء الواردة في الفقرة 3 من مذكرة الأمم المتحدة، تبين بأن 2 منهم فقط موقوفين على ذمة التحقيق، وتم إطلاق سراحهم بكفالة يوم 24/11. فد نبذة مختصرة عن الأوضاع. أولا اللي حصل كما أكدنا مرات عديدة هو هزة كبيرة، يعني هزة قد نكون كنا نحتاجها رغم الكلفة العالية. الآن هناك حراك واسع في البرلمان، في الحكومة، لدى الرأي العام لتصحيح مسارات كثيرة. قانون الانتخابات، قانون المفوضية الآن يناقش في مجلس النواب، وهي خطوة مهمة للأمام. إذا ما أقرت حين ذاك تنفتح أمامنا خيارات عديدة النظر في كيفية مواجهة الأحداث القادمة. ونشهد الآن أيضا بعد هالفترة، بعد الشهرين، أن كثير من الأمور صارت أوضح سواء في هالاتجاه أو في ذاك الاتجاه. في الفترة الأولى كانت الأمور متداخلة بشكل واسع، قواها أيضا متداخلة، مساراتها غامضة، قواها من هم، من ماذا نمثل، ماذا موجود في الساحة عندنا من اتجاهات، من توجهات، من تشكيلات، من تنظيمات، هذا كله كان موجود بالفترة الأولى. الآن صار أكو وضوح أكثر بكثير من المرات السابقة. أكو عندنا اتجاهين،
حتى ما نرسم أي صورة بها ذاتيات، أكو اتجاه للتحسن واضح، أكو عودة للدراسة، أكو عودة إلى انتظام الأوضاع، المرور، تنقل إلى آخره، هناك عودة واضحة إلى العمل، الوظائف أفضل بكثير مما كنا عليه في مراحل سابقة. هذا جانب من الصورة. جانب الآخر، نعم هناك لا يزال تعطيل، هناك لا يزال تعطيل إما إرادي أو بالتهديد والعنف. هاي مسائل يجب أن نأخذها بجد وندرسها كظواهر حتى نضع لها العلاجات، لأن دائما المنظومات في أرقى دول العالم بها يصير خلل وعليها أن تصلح نفسها. لذلك حرية التعبير، حرية التظاهر هي من العلامات الإيجابية والجيدة التي يجب حمايتها وإعطاء حقوقها. إحنا ما نعترض عليه هو التهديد، ما نعترض عليه هو اللجوء إلى العنف والتهديد والكلام باسم الشعب من قبل ملثمين، أو الكلام بالهواتف وإصدار تهديدات إلى مدراء سواء في الدولة أو في التعليم أو في التربية. هذا حقيقة يعاقب عليه القانون. الآن إحنا بعد ما قرينا أو ما تعاملنا مع الملف في مسألة حقوق الإنسان بالشكل تتعامل بأي دولة، ونعترف أن هناك أخطاء، لكن هناك أيضا يجب أن نعترف هناك اعتداء، هناك اعتداء اليوم على النظام العام. يعني اليوم الناس تريد أن تعود إلى مصالحها، اليوم الناس لديها أضرار مادية كبيرة، لديها رأي آخر، هذا أيضا يجب أن يحترم. الدولة ما ممكن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الأمور، وإلا ينهار النظام العام. وإذا انهار النظام العام أين نذهب؟ انهيار النظام العام خسارة للجميع، بما في ذلك حق التظاهر السلمي. هذا ينزل يتظاهر وهو يهدد، أكو أطراف أخرى أيضا ستنزل وتتظاهر وتهدد، ويصير عندنا صدام أهلي خطير. إذن الفيصل في هذا الموضوع، الحامي في هذا الموضوع، هو النظام والدولة والقوانين السائدة. قد ما يعجبني هذا القانون، أو قد تكون به ثغرات، وقد أتظاهر حتى أغيره، وقد أضغط حتى أغيره، لكن لكل شيء حدود. أن التغيير كيف يجري؟ هل يجري التغيير عن طريق التهديد مثلا، عن طريق الذهاب مثلا ومنع شركات النفط عمل، أو إيقاف الموانئ مثلا عن العمل ونخسر مليارات الدولارات، أو تعطيل مثلا الطلبة عن الدراسة، وكيف رح نعالج مسألة الرسوب والنجاح، أو تعطيل الجامعات، كيف نقطع الطرق مثلا بإرادة عدد من الأفراد. قد هذول يمثلون رأي كثيرين، لكن قد لا يمثلون أيضا إلا رأي قلة. وحتى لو مثلوا رأي كثيرين، هل جرت هذه الأمور حقيقة وفق سياقات دستورية أو قانونية يقبلها القانون؟ ولا ليش عندنا دستور وعندنا نظام؟ حتى لو كان هذا الدستور والنظام به خلل، حتى لو كانت هذه القوانين لا تطبق بشكل صحيح، يجب أن نصر ونشدد. يعني أتكلم هنا بلسان المتظاهرين أو بلسان من يريد التغيير، ألجأ لكل الوسائل القانونية ما دام الحريات العامة تسمح لي، وما دام القوانين تسمح لي. وشهدنا الآن من كلامنا في قضية حقوق الإنسان وغيرها أن القوانين تسمح، وفي دول كثيرة راقية مرت بظروف من هذا النوع كان لها مطاليف في مسألة الفصل العنصري، في مسائل التمييز الجنسي، في مسائل كثيرة هناك كان قوانين تقف بالضد من الرغبات، لكن ما حد لجأ يقتل ويهدد ويسوي حتى يجي يفرض مثل هذه القوانين. نعم يضغط بشدة لتغيير قوانين، وبالتالي بالإمكان فعلا تغييرها عبر وسائل قانونية وصحيحة. يعني الفترة الماضية حقيقة القوات الأمنية كانت دائما في موقف الدفاع، حتى مع من يتجاوز عليها وحتى من يحرق ويقتل أحيانا. احنا مبارحة مثلا مسكنا أحدهم قريب من البنك المركزي. يعني يم البنك المركزي شنو؟ يم أسواق تجارية. اليوم احنا عندنا مئات البنايات في العراق تحرق، حرقت، من يتكفل بهذه الأمور؟ محال، مخازن، هذا كلها أموال أيضا تعود للشعب تحرق. شنو الدافع لحرق مثل هذه الأمور غير يعني بث الفوضى وبث الذعر والرعب، كأنما النظام في العراق غير موجود، وكأنما العراق أصبح بلد يعني
من الصعب جدا أن يسير بطريق سوي وأن يبني ديمقراطيته وأن يبني أصوليته بالشكل الصحيح. مثل هذا الانطباع لمن يفيد؟ بارحة مثلا مسكنا مسكة القوات الأمنية شخص يحمل سلاح حي، وأكو شفت صور أحيانا لبعضهم يقتل آخر أثناء نوع من الحماس وأثناء نوع من، طيب هذا كله كيف نتعامل معه؟ تركيا يستمر بهذا الشكل إلى أن ينهار كل شيء أم علينا أن نعالج؟ اليوم أكو ضغط شديد على الدولة، وأنا بصفتي رئيس وزراء قائد عام قوات مسلحة، واجبنا أن نحفظ النظام أيضا، مثل ما واجبنا نحمي المتظاهرين واجبنا أن نحمي النظام بنفس الدرجة بنفس الشدة بنفس الحرص. علينا أن نحمي النظام أيضا، لأن الناس لح تلجأ لنا تقول تعالوا احموني، دور نواب مثلا تحرق، طيب أنت تقدر تحتج على مجلس النواب، تقدر تحتج على مجلس النواب، لكن تحرق بيوت نواب ليش؟ شي يقود هذا لك؟ تريد يعني مثلا تأثر على موقفه في مجلس النواب؟ هذا كله فتنة كبيرة، لا يمكن لدولة تحترم نفسها أن لا تدافع عن حق المواطنين. حق المواطنين متعدد، حق في الحياة، حق في العمل، حق في العمل السياسي، حق في اختيار رأي السياسي. ما تقدر أنت تعاقب على هواك وبكيفك، والله هذا تحبه أو هذا ما تحبه، هذا تكرهه، هذا ما يتفق مع نهجك، هذا يتفق مع نهجك، هذا غير ممكن الاستمرار به. لذلك حقيقة مع أي إنسان يحاول أن غير التظاهر السلمي يخرج إلى وسائل أخرى، في قطع الطرق، قطع الجسور، منع سيارات الإسعاف، التأثير على عمل وزارة الصحة، التأثير على عمل وزارة التربية، التعليم العالي أو أي وزارة، إغلاق أو وقف الأعمال في الوزارات، هذا كله أعمال يجب ملاحقتها ويجب الحساب عليها. وفعلا من يقوم بمثل هذه الأعمال هذا يعتقل، هذا يقدم للمحاكمات، هذا ينال جزاء. لا يمكن السكوت عن مثل هذه الأمور، والتصور أن البلد يفلت بهذا الشكل هذا غير صحيح، وهذا لا يمكن أن نسمح لنفسنا أن نقوم به. لذلك أنا باسمكم كمجلس وزراء مصممين فعلا على أن القانون والنظام يفرض نفسه ويأخذ مجراه. هناك حقوق سلمية للتظاهر، هناك حقوق قانونية للإعلام، لكل هذه المسائل هناك حقوق تحترم بحدودها وبالتزاماتها، لكن الخروج عن هذه الالتزامات والتغطي بالحرية حتى أعتدي على حرية الآخرين، التغطي بالتظاهر لاعتداء على الحقوق الأخرى، هذا أمر حقيقة لن نسمح به. ما دام إحنا مكلفين بحماية الدولة والأمن والشعب بكافة حقوقه، هذا أمر لا يمكن أن نسمح به، كما لن نسمح بالتجاوز على حقوق متظاهرين، كما لن نسمح بالتجاوز على القانون أو ارتكاب خروقات. وسنكشف أي خرق يحصل سواء من قبل موظف خدمة عامة، من قبل جهاز أمني، أو من قبل مواطنين. كل هذا احنا نحاول أن نقف بوجهه، والدولة ليست ضعيفة، الدولة قوية ولديها مصادر كثيرة، لكن هي مع شعبها حقيقة تحاول أن تكون دولة يعني رحيمة. وعندنا موروث كبير احنا من العنف في العراق في داخل الدولة وفي مجتمعنا، هذا العنف الموروث احنا نتحمل تبعاته أيضا كدولة، لكن احنا نحاول أن نغير مساراته كما أشرت في التقارير اللي كلها تأكد على أن احترام القانون بكافة مستوياته للجميع، سواء كان الدولة مع نفسها، الدولة مع مواطنيها، أو المواطن مع الدولة، كل هذه العلاقات يجب أن يحكم بها القانون. وأشكركم.